ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وفقرة جديدة من فقرات برنامج تأملات إنسانية. احنا نتكلم في الفقرة التانية عن نفس الموضوع وأول حلقة من حلقات الموسم الرابع. نخلي النفس الموضوع في الفقرتين وهو موضوع الدور السياسي للمرأة المصرية. طبعا عشان نبقى قدوة أنا جايب معايا كحول اهو، كحول طبي وعقم إيدي، وبعدين دي كده المدام اللي جايبهولي على فكرة، فبشكر المدام على هوا اهو. وعشان نبقى قدوه احنا لازم ناخد الاجراءات بتاعت التعقيم والوقايه ونلتزم بخليك في البيت زي ما احنا متفقين. ونبدا تاني فقره من فقرات برنامج تاملات انسانيه، وارحب بزمايلي وزميلاتي اللي موجودين في الاستوديو. ارحب بهنا شلبي الزميله العزيزه، ارحب بدينا اللي اتاخرت وجت في الفاصل جري جري كده عشان كده طلعت في الفقره الثانيه النهارده. اهلا بك يا دينا، الحمد لله على سلامتك ونورت البرنامج. وارحب بالاخ العزيز اللي كان محمد مشاركه ليه معانا في الموسم الرابع من برنامج تاملات انسانيه، وكان اضافه مميزه، شخصيه قيمه بمعنى الكلمه، وانا سعيد جدا ان انا في وسط فريق العمل القيم ده وان شاء الله مكملين مع بعض على طول. في الحقيقه الدور السياسي للمراه زي ما قلت في المقدمه في الفقره الاولانيه بيتجذر في التاريخ لعمق تاريخي لالاف السنين، وكانت زميلتي هنا شلبي كانت حضرت صراحه ماتيريال وماده اعلاميه محترمه عن موضوع الدور السياسي للمراه بدايه من العصر الفرعوني، وهتجيب لكم كده نبذه عن حاجة بنقولها في رمضان اللي هي وحوي يا وحوي، وقالت لي ان ليها اصل فرعوني. وطبعا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين، خلاص يعني ايام ويبدأ شهر رمضان الكريم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الازمة دي هتعدي. وانا واثق ان الشعب المصري شعب عظيم ومعدنه الاصيل بيظهر في الكوارث وفي الازمات دي. احنا لازم كلنا نبقى ايد واحده عشان بجد نتجاوز الازمه دي، وانا متفائل ان شاء الله ان شاء الله شهر رمضان هيجي علينا جميعا بالخير والبركه واليمن والبركات. نبدا تاني فقره مع الزميله العزيزه هانيه شلبي، قول لنا هتكلم ايه عن الفراعنه والمراه المصريه. في حكمه جميله قوي قالها الحكيم الفرعوني بتاع حطب، قال اذا اردت الحكمه فأحب شريكة حياتك اعتني بها كي ترعى بيتك. دي كلمات الحكيم بتاع حطب قالها للزوج ازاي يعامل زوجته بالكلمات دي، قالها من أكتر من 3500 سنة. كلمات بتدل على احترام الفراعنة للمصريين وتقديرهم لها وتكريمهم للمرأة المصرية. العصر الفرعوني كان سبق العالم كله في احترامه للمرأة وتقديرها وتقديسها، لدرجة أنه عمل من المرأة آلهة. كان في آلهة الحكمة، في آلهة الوفاء إيزيس، وكلنا طبعا عارفين قصة إيزيس مع أوزوريس. الفراعنة لما كانت النيل بيفيض كانوا بيرجعوا فيضان النيل ده على أن هي دموع إيزيس لما نزلت النيل، يعني ففاض النيل. في كمان آلهة الحب حتحور، آلهة الحكمة، آلهة القوة سخمت، آلهة العدالة معت. كمان المصريين المرأة وصلت في عهد الفراعنة لمناصب دينية عالية جدا، وصلت لدور كابينة الكاهنات كمنصب عالي قوي في عهد الفراعنة. الملكة حتشبسوت نفسها خدت لقب دين وهي يد الآلهة. كمان المرأة المصرية ما اكتفتش بالأدوار بترتبات الآلهة، لكن دخلت في ميادين العمل، سبقت غيرها كتير في ميادين العمل. دخلت كبتحضر مجالس الحكم، بتاخد رأيها في الحكم، دخلت اشتغلت طبيبه، ما خدت منصب طبيبه، منصب قاضيه. كان في عهد الفراعنه في قاضيات كثيرات، منهم القاضيه بنت، دي حماه الملك تيت الاول في الاسره السادسه. في القاضيات كثيرات في الاسره السادسه والعشرين. كان في طبيبات شهيرات زي القاضيه بشت، دي كانت في الاسره الرابعه. كان في كاتبه، واحنا عارفين منصب الكاتب ده كان ارقى منصب في العصر الفرعوني، لان عشان كده عملوا تمثال الكاتبه القرفصاء. كان خدت منصب مديره، خدت منصب رئيسه مخازن، مديره مخازن، كان بتصنع ادويه. المراه الفرعونيه وصلت لمناصب عاليه قوي في العهد الفرعوني. كمان كان لها حق انها تورث، لها حق عندها ملكيه خاصه، عندها اراضي وبتشرف بنفسها على اراضيها على ملكيتها الخاصه. كمان المرأة وصلت ان هي كان لها حق ان هي تورث املاك، لها حق ايه كمان، كان لها حقوق كتيرة جدا المرأة المصرية. كمان كانت كمان المرأة في معلومة احنا لسه ممكن
كتير ما يعرفهاش، انها المراه كانت اشتركت في بناء الاهرامات مع العمال اللي كانوا بيبنوا الاهرامات. لقوا الموضوع ده لما لقوا جثث للنساء موجوده مع العمال المدفونين عند الاهرامات. كمان كانت لها ثبت كمان انها كانت بتشتغل في صنع الملابس للعمال اللي بيبنوا الاهرامات. كانت كمان بتشتغل ممرضه الاسعاف العمال اللي كانوا بيجلبوا الحجاره من لبناء الاهرامات. المراه كان لها دور عظيم جدا في العصر الفرعوني، وكانت ملكة، وكان أول من ولى المرأة ملكة هم الفراعنة، وكان لها الحق، وملكات شهيرات زي حتشبسوت مثلا اللي بعتت البعثات. كان لها الحق في اختيار شريك حياتها، كان لها الحق في انفصال عن زوجها، كان لها الحق في ان هي تبقى تطلب يعني الانفصال عن ميراث مطلق الحرية. كان لها حقوق كتير جدا للمرأة المصرية، يعني أخذت كتير جدا من الحقوق بتاعتها والواجبات لها. استاذ وليد، انت كنت قلت لي يعني كنت مهتم اكتر في قراءاتك وفي الماده اللي انت عايز تعرضها بالجانب السياسي للمراه حديثا، قلت لي يعني بدايه من القرن العشرين، وكلمتني كتير واحنا قاعدين في جلسه الاعداد عن المراه ودورها في ثوره 19 وهكذا. حابين نسمع عن حضرتك اكتر يا استاذ وليد. بص يا استاذ محمد، المراه الحقبه من سنه 1919 لحد دلوقتي دي حقبه تاريخيه هامه جدا في تاريخ مصر. يعني يمكن الفترة دي كانت ثورة 19 كانت تعتبر الشرارة الأولى لانطلاق المرأة، وكانت ساعتها في الفترة دي المتصدر المشهد كانوا يعني هدى شعراوي وصفية زغلول، كانوا متصدرين المشهد بطريقة كبيرة جدا، ودي كانت أول خروج للمرأة، وإنها البرقع اللي كانوا بيلبسوه يتخلع، وكان في تحرر جامد، وكانت دي كانت بداية. يعني لو احنا شفنا الفترة الزمنية من 1919 لحد الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، خلاص في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، هنعرف إن الفترة ديت المرأة يعني خدت حقوق كتير جدا ولها مشاركات كتير جدا. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2017 هو عام المرأة، وكمان في عندنا استراتيجية تمكين المرأة اللي هي 2030، ودي كانت أعلنتها الأمم المتحدة كأول استراتيجية لتمكين المرأة، ودي كانت يعني متاخده من استراتيجيه التنميه المستدامه 2030. برضو احنا دلوقتي بنشوف المراه في الفتره اللي احنا فيها ديت، يمكن في اخر المراه خدت مناصب وزاريه كتير، يمكن كان في الاول ممكن تلاقيها في الحكومه وزيره اثنين ثلاثه، بس في الحكومه الاخيره خلاص دلوقتي احنا عندنا الحكومه بتاعتنا عندنا 8 وزراء مراه خلاص، وطبعا قايمين بدور كبير جدا، والعالم كله شايف. يعني احنا المشكله اللي احنا فيها بتاع الكورونا ديت اللي بتحل المشكله كلها وزيره الصحه، سيده الساعه، وزيره الصحه، التضامن الاجتماعي، وزيره التضامن الاجتماعي، القوى العامله، طبعا القوى العامله، الناس اللي هم المصير على كين في الاخر اللي بتحلها وزيره. فبقى الوزارات المراه بقت وزيره قامت بدور يعني سياسي كبير جدا وقوي وظاهر وناجح، يعني قدرت توفق بين دورها كأم وكزوجة وكأخت خلاص، وفي نفس الوقت قدرت تقوم بدورها كوزيرة سياسي ومهني ما فيش حاجة خالص. طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها في الفترة الأخيرة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا يعني اطلق على سيدات مصر عظيمات مصر. أيوة. يعني هو اطلق على سيدات مصر عظيمات مصر. أيوة. وده كان بسبب دورهم الكويس جدا، احنا لاحظنا في الانتخابات دعموه جامد في الانتخابات، دعموه الاخيره جدا، دور المراه كان قوي جدا في كل الانتخابات في كل التعديلات. برضه من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوف حتى عاملين شغل جامد مع الرئيس، الستات صراحه عاملين شغل جامد قوي مع الرئيس. طبعا احنا برضه بنشوف في الفتره الاخيره يا استاذ محمد خلاص يعني التعديلات الدستوريه الاخيره، تعديلات على الماده 102 خلاص، التعديلات دي كانت بتقول ايه؟ ان المراه خلاص يعني لازم ترسيخ ان المراه تبقى لها كوتا او حصه في البرلمان ما يقلش يمكن عن الربع. أيوة. خلاص. فطبعا احنا المراه في الفتره الاخيره ما نقدرش ننكر ان هي كان لها دور كبير جدا، لها دور سياسي كبير جدا. وبعدين يا استاذ محمد انا عايز اقول لك، ويمكن برضو يمكن قلت قبل كده الحكايه ديت، يعني مقولة المرأة نصف المجتمع، ده هي المجتمع كله، كل المجتمع. دينا طب انت راضية عن دور المرأة السياسي اللي بتقومه حاليا دينا ولا اتكلمي؟ اولا زمايلي انا مبسوطه اولا جدا ان انا معاكم في الفقره دي، واحنا بجد والله. يعني انا اول مره احضر معاكم في الفقره دي، انا مبسوطه جدا بصراحه، وبرحب بجميع المشاهدين. المراه طبعا ليها دور كبير، بالاخص ان احنا كمان الشهر اللي فات اتكلمنا عن المراه، طول الشهر بنتكلم عن انجازات المراه،
وطبعا استطاعت المرأة المصرية أن تسطر في التاريخ بحروف من نور، بحروف من ذهب كمان، وبعدد كبير من الإنجازات في جميع المجالات، بالإضافة إلى أن هي أدت جميع التضحيات اللي بتقدر عليها عشان تقدمها من أجل حرية بلدها. ودي حقيقة كل الستات المصريين بصراحة بيعملوا أقصى ما عندهم عشان بلدهم. وأيضا لعبت المرأة المصرية دور كبير ومهم في الحياة السياسية وفي المجتمع المصري، وتقلدت أمور السياسة والحكم. وأيضا وفي أوائل القرن العشرين كان أول حزب نسائي تحت اسم الحزب النسائي كان حزب للمرأة عام 1942. وأيضا الغريب بقى أن طالب الاتحاد المصري طالب بضرورة تعديل قانون الانتخابات في حق المرأة في السياسة، دورها كامل في السياسة، وأيضا أن هي تشارك في المجالس وعضوية المجالس المحلية وأيضا النيابية، ده كان دورها زمان شوية. وكمان طبعا زي ما تفضل زميلي وقال بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، وكمان تمثيل المرأة في بعض الدول العربية، وعن الصعوبات كمان اللي بتواجهها المرأة. واستنادا على ذلك نحن بحاجة ملحة إلى تغيير العديد من المفاهيم للمساهمة في مشاركة المرأة في صنع القرار. وكمان هذا التغيير مرتبط ارتباط وثيق بعملية التحويل الديمقراطي حتى في حقوق الإنسان. والتغيير الوضع الحالي نحن بحاجة إلى قوانين انتخابية المفروض يعني أكثر عدلا وأقل تحيزا. ده أنا عايزين نقول تمام. بس بمناسبة عملية التحول الديمقراطي في مصر وبمناسبة دور السياسة المرأة المصرية، اسمحولي أسجل من مكاننا ده ومن برنامجنا برنامج تأملات إنسانية إشادة وتحية وألف مليون سلام وتحية للمرأة المصرية على دورها اللي قامت بي في 25 يناير. احنا كنا موجودين في ميدان التحرير بننادي بالحرية بننادي بالديمقراطية وبنقول عيش حرية، وكانت المرأة المصرية موجودة في الميدان جنبك، بتنام جنبك على الرصيف وبتحرسها وبتصونها كأنها أختك كأنها أمك كأنها بنتك. فاسمحولي ان انا اسجل في الحلقة دي بالذات اللي هي احنا بنتكلم فيها عن دور السياسة المرأة المصرية الف سلام وتحية للدور المصري للدور السياسي القوي للمرأة المصرية في عملية التحول الديمقراطي. محمد من زمان قوي المرأة ليها دور حتى في ثورة 19 زي ما قال الأستاذ وليد بالظبط كده، ده كانت هي اللي بتنظم الصفوف وكانت على المقدمة يعني كانت قبل كمان الرجال. فالمرأة من زمان قوي ليها دور. وكمان يعني في إحدى الوسائل السياسية عشان نحقق الغاية دي لازم نكون بنطبق نظام الكوتا، مهم جدا المفروض ان احنا نطبق النظام ده، يعد من احد الاليات المهمه في تغيير النظام السياسي او اللعبه السياسيه. جميل جدا. هنا معاكي حاجه تانية عن الفراعنه تكلمينا فيها، نبعد شويه كده لورا نمشي حبه لورا. بالنسبه لتكمله دينا، بالنسبه لدور المراه السياسي، كانت المراه الفرعونيه لها دور كبير جدا في السياسه. الدور ده كان بيقوم به ملكات مصر الفراعنه، من اهمهم الملكه حطب ام الملك خوفو، الملكه خنت ابنه الملك منقورع. يا حطب دي كانت ملكه طيبه، دي بقى كان لها دور عظيم جدا في السياسه، ساندت زوجها سقن نراع في حرب ضد الهكسوس، لما استشهد في الحرب شجعت ابنها كاموس وده كان ابنها الاكبر انه يكمل مسيره ابوه في الحرب ضد الهكسوس، برضو استشهد في نفس الوقت ابنها الاصغر احمس ساعدته انه هو يكمل مسيره اخوه وابوه ووالده، ووقفت جنبه بقى وساندته وادته خطط حربيه. انا حاسس ان احنا قاعدين في معهد البرق في وسط التماثيل اللي انت بتتكلم عن المراه في دور من زمان قوي يعني من ايام مصر القديمه كان ليها دور يمكن اقوى من دلوقتي، وكانت الست واخده حقوقها اكتر من دلوقتي. ده كاكل وبطرة وحتشبسوت. لا 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 واكتر. لا عايز تقول حاجه استاذ محمد؟ يعني طبعا احنا برضو ما نقدرش ننكر يعني وجود المراه دلوقتي زي ما احنا قلنا هي المجتمع كله. طبعا احنا عندنا كاتبات تعظيمات، عندنا فنانات تعظيمات،
عندنا مذيعات احنا بصراحه بنتعلم لا عندنا اسماء قويه في كل المجالات في كل فنانين عندنا متمردات ده كفايه ناس الدهادي يعني عندنا احنا عندنا دلوقتي فعلا المراه بقت وجودها يعني مش عايز اقول اقوى من الرجل في مجالات كتير جدا واثبتت تفوق في مجال كتير جدا في كل المجالات في الصحه وفي الثانويه العامه على طول سيدات بنات الطلبه كل الطلبه من اول سنه اول الاعداديه والثانويه العامه هتلاقي 9 وممكن ولد 8 وممكن ولد فالمرأة بقى لها وجود كده نتحيز للمرأة هي ما بقاش لها هي اوريدي المرأة لها دور والدين الإسلامي بالزبط. كمان كرم المرأة كتير جدا فاحنا مش بقى ليها لا حتى القوانين بقت تكرم المرأة وبدت حقوق المرأة ويعني بقت حاجة المرأة الفرعونية الملكة حتشبسوت احنا عندنا دلوقتي تبادل تجاري بين الدول هي اول ملكة عملت تبادل تجاري بين الدول بعثات بلاد الهند والصين كانت بتعمل بعثات تجارية عظيمة جدا كانت ملكة قوية وشخصية عظيمة حقيقي يعني حتشبسوتي حتشبسوت قفلوا عليك يا حلوة تابو صح غرام غرام في كرنك ايوه بالظبط بالظبط يعني فعلا يعني المرأة المصرية يعني مرأة قوية بمعنى الكلمة ويعني زي ما قلنا في الفقرة الأولانية ان هي اصبحت عمدة يا جماعة العمدة ده مشهور زي ما قلنا ان هو ابو شنبات اللي بيتكلم بقى كده بعصبية وبرجولة وليه موقف قبلي وليه القوة كده فان تكون مرأة توصل لمكانة عمدة دي حاجة يعني انا مبسوط فيها ومرأة صعيدية يا جماعة حاجة جميلة جدا كانت قضية كانت طب انت راضية عن الدور السياسي اللي بتقوم بيه المرأة ولا طبعا المرأة دلوقتي يعني بقول لك هي اللي ماسكة بتمسك مناصب يعني كبيرة جدا وقدرت ان هي في فترة قصيرة جدا تمسك تبقى وزيرة وتمسك يعني انا اتخيل ان المرأة فيما بعد في مصر ان شاء الله هتبقى قولي لي معانا دقيقتين كل واحد كده في نص دقيقة كده يختم ايه انا عايزة تقولي حاجة؟ لا انا بس بقول المراه فعلا وصلت الحاجات دي كلها بس مش من عصرنا دلوقتي ده من ايام الفراعنه كانت المراه وكانت متقدمه وكانت متطوره وعندها استقلاليه صح واستقلت استاذ محمد استاذ وليد عايز تختم بحاجه المراه هي الام وهي الاخت وهي الزوجه الام مدرسه اذا اعددت شعبا طيبا الام كويسه اصبحت هتلاقي اولاد كويسين زوجه صح. كويسه هتلاقي المجتمع كله صالح مصنع رجال المجتمع كله صالح كلمه اخيره يا دينا عايز أسأل بقى حاجة للرجال هنا نتساءل هل النساء التي وصلت إلى القرار أو إلى القرار يعني إن هي تبقى وزيرة صاحبة قرار صاحبة قرار مهم هل أحدثنا تغيير فعلا أم لا أم فمن فقط مثل الرجال الذين يقومون بتنفيذ سياسة السلطة يعني فعلا الست ده سؤال للمشاهدين بقى قرار مهم جدا لينا احنا بقى مجرد بينفذ خلي المشاهد يجاوب بعدها لكن الست لا بصراحه ايوه نجاوب عليه ان شاء الله وجاوبونا عليه على السوشيال ميديا على صفحتنا صفحه البرنامج تأملات انسانيه وتابعونا على قناه اليوتيوب باسم الكاتب الصحفي محمد نجم الدين وكنت سعيد جدا ان احنا معاكم في الموسم ده واتكلمنا عن موضوع مهم جدا وهو المراه المصريه ويعني انا اسمحوا لي ان انا اقدم التحيه للاخ العزيز الفاضل عشره عمري الكاتب الصحفي الاستاذ سامح الهواري رئيس تحرير برنامج تأملات إنسانية اللي كان نعمة السند ونعمة العون لينا في البرنامج وكان بيدير الكنترول ببراعة ربنا يبارك لنا فيك يا أستاذ سامح وكنت أتمنى أن أنا ألحق أخليكم تيجوا تطلعوا معايا حضرتك وبرقية فريق العمل وحتى المجموعة بتاعت الفقرة الأولانية بس أنت عمال تقول لي على الكنترول لو في فرصة تيجوا تنورونا يا ريت والله وحاجة كمان يا محمد أنا مبسوطة جدا أن أنا معاكم في الموسم الرابع وبجد زعلانه ان احنا نهينا الموسم الرابع خلاص بس ان شاء الله ان شاء الله نلتقي تاني ان شاء الله نكمل لينا اعمال كويسه جدا اضافه قويه انت وهنا واستاذ وليد واسمحوا لي اشكر كمان الزملاء اللي كانوا في الاعداد كلهم بلا استثناء والزملاء اللي كانوا بيعاونونا في الانتاج وخصوصا الاخ العزيز الاستاذ احمد اسامه وكان ليه دور قوي معانا في التقارير الخارجيه وفي التنسيق مع الزملاء وفي بعض يعني الحاجات الحساسيات اللي حصلت مع بعض الزملاء وبعض الناس اللي لقينا ان هم مش مناسبين واستبعدناهم من فريق العمل نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في رحلتهم الجديده واسمحوا لي ادي تحيه خاصه جدا للزميل اللي منورني النهارده في الكنترول الكاتب الصحفي والشاعر الرائع الاستاذ نبيل بسيوني كنت سعيد جدا بوجودك معايا النهارده في الحلقه واسمحوا لي ان انا يعني ادي مليون سلام وتحيه لكل الزملاء اللي قدموا اي حاجه ولو كلمه ولو دعم ولو اتصال تليفوني ولو حد اداني رايه حتى بكومنت على الفيسبوك او على السوشيال ميديا ان جنرال انا كنت سعيد جدا بوجودي معاكم في برنامج تأملات انسانيه
الإنسانية، ونتمنى إن احنا نكون قدمنا قيمة حقيقية تنفع كل أسرة مصرية وتنفع كل بيت مصري. وإن شاء الله انتظرونا في الموسم الخامس من برنامج تأملات إنسانية، ونختم الحلقة بإن احنا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله نلتقيكم قريبا مع الموسم الخامس من برنامج تأملات إنسانية. وإلى اللقاء.